أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بحضراتكم معنا وهذه الحلقة من أرض الذهب. أعزائي المشاهدين، من داخل أحد مصانع تقطيع وتجهيز الجرانيت بأسوان بنشوف مع حضراتكم إزاي كان الفكرة القديمة التي تعتمد على نقل الكتل الكبيرة جدا من الجرانيت للقاهرة ثم يعاد تقطيعها مرة أخرى ثم يعاد نقلها مرة أخرى للسوق المحلي. باشمهندس عبد الرحمن، يعني النهارده داخل احد المصانع، اليه او فكره هذا المصنع واي مصنع بيعمل في مجال الجرانيت بتقوم عليه بالضبط؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اولا هي في بدايه المشروع خالص، اولا في البدايه الخام لما بتاجينا على العربيه، طيب المحجر بتتحمل من خلال ايه؟ بتتحمل بلودر، بتاجيه من خلال اللودر، باجي بحملها هنا بنزل العربيه من خلال الونش هو ونش الي طبعا بيتحرك افقي وعمودي على طول المصنع وعرضه بيغطي المساحه كلها، فبنزل العربيه فبنزلها في مكان التشويم بتاعها في مكان الحجر، ببدا بعد كده ايه اشوف عندي الشغل اللي انا محتاجه في المقاسات في الحاجات الموجوده، بعد كده ايه بعوز اشغلها ايه على المنشار، المنشار ده هو اللي بيقطعها لي شرائح والواح، اذا كان بيخلص كده بيتنشر وبينزل على الارض وبيترص على بلتات، بعد كده اذا كنت ببيعه في عمليتين بتحصل، اذا كنت ببيعه شرائح زي ما هو بصدرها الورش، بصدرها الاماكن لمصانع تانية، او بصنعها انا عندي، اذا كان في عندي طلبيات، اذا كان عندي عماير، مستشفيات، اي حاجه عموطه، بس بعد ما تنزل اول بتخش على مرحله التلميع. مرحله التلميع دي هي بين الخامه تنزل غشيمه. لونها مش واضح شويه، فبتخش على مرحله التلميع دي فبتخلص فيها، بعد كده ببدا ايه؟ اقطعها ايه؟ على حسب المقاسات اللي انا محتاجها، او على حسب ايه؟ الشغلانه المطلوبه مني او اللي عايزها مني الزبون.
الان يعني خلينا نبدا الاول عمليه التقطيع المناشير. انا شايف شكل المناشير حاليا اختلفت عن المنشار القديم، واصبحت حاليا عمليه التقطيع اقل تكلفه من الاول يعني. فعلا ده اذا كان زي ما قال الباشمهندس عادل، وضح ان كان المكن زمان كان شغال بالمكن الايطالي. المكن الايطالي كان بياخذ وقت كثير، واخد في المستلزمات بتاعته، مستلزمات التشغيل مستلزمات غاليه شويه، غير المكن الصيني. المكن الصيني وفر كثير في اذا كان هو في نفسه في شغله، في المستلزمات بتاعته اقل شويه، في السرعه بتاعته بتديني انتاج اكتر منه شويه، فبتديني اليه وبراح ان انا اعرف انت الشغل او اغطي الكميه المطلوب مني في السوق المحلي او السوق الخارجي يعني. طيب هنا المناشير نفسها انا شايف في اكتر من طاره للمنشار، يعني حوالي 6 تقريبا باقطار متفاوته، طبعا تبدا من الاصغر وتكبر معايا شويه. طبعا دي اذا كان المكنه اصلا الخامه دي بتبقى خامه صلبه، فما ينفعش اللي هو انزل فيها اخش فيها اقطعها مره واحده، فبتنزل دي في طقم بيبقى 6 اسطوانات زي ما بقول، او في طقم ثاني بيبقى 9 اسطوانات، فايه اسطوانه بتفتح للاسطوانه اللي بعدها، اسطوانه بتسهل للاسطوانه اللي بعدها، اذا كان بينزل كل شغل اوتوماتيك بيظبط لها على لوحه الكمبيوتر، اذا كان بينزل يعني بتنزل على حسب 2 مللي 5 مللي، فبتنزل كده بتنزل من اولها لحد ما اوصل للعرض اللي انا عايزه، اذا كان عرض 40 سم او 60 سم او 80 سم على حسب الشغل المطلوب مني او الخامه المطلوبه مني. دي شغلها كله يعني بطريقه هيدروليكيه او اوتوماتيكيه، بتبرمجها وبتديك النهايه المنتج النهائي. طبعا كله بياخد قبل الحجر ما يتخط بيتاخد مقاساته بيتاخد ابعاده عشان اعرف اخطه كويس، عشان اعرف يديني الحاجه المظبوطه، الشغل اللي هو ما يهدرش معايا، اصل الشغل ده لو نشرته غلط ممكن يديك هالك كتير، يزيد الهالك معاك يبوظ لك شغل يعمل لك حاجه، فلازم بتاخد ابعاده بتاخد بتخش على المكنه دي، مكنه اوتوماتيك بيشتغل لوحده. ما شايفش انا اي اعمال حواليه ولا فيش اي اعمال حواليه، هو اذا كان بتاخد ابعاده للحجر بتاخد مقاساته، انت مطلوب عايز تنشره على عرض كام طول كام، بتاخده بتدخله على بتدخل مقاساته على المكنه يا اوتوماتيك، بعد كده يشتغل دايركت مع نفسه هو بقى. قيمه الميه هنا شايف دايما عمليه النشر مصاحب ليها ضخ ميه. طبعا عشان دي زي ما قلت لك في البدايه الخامه ناشفه. ثاني حاجه دي بتسهل الاسطوانه وما بتعملش غبار، عشان لو لاحظت مثلا لو كان العامل بيشتغل بصاروخ صغير بيعمل غبار حواليه، ما بالك دي اسطوانات كبيره، فغلط اصلا ما ينفعش الميه يشتغل. فاحنا برضه عشان برضه دي اصلا لو شغلنا بميه كثيره ممكن تستهلك معايا جامد، فاحنا عاملين ابيار اللي ميه متكرره بتنزل وميه بتنزل ثاني، فزي نظام عمليه متكرره، اصل عشان لو عملت كده يعني ممكن تاخد مني ميه كثيره. تعمل عمليه تدوير للميه المستعمله بترجع مره ثانيه وعيد استعمال. بتنزل من المكنه بيبقى ليها مجرى معين بتنزل فيه بترجع للمكن بيرفعها لي عباره. بتتصفى لو فيها روائر شوائب او بتصفى زي نظام بيتعمل صفة كده مصفى كده بتنزل فيها الميه، بحيث ان بعمل لها بحط لها ماده جير ان هو يرسب الماده اللي فيها عشان ترجع الميه ثاني مره كويسه، وبترجع بقى تضخ ثاني من خلال طرمبات الميه او الغواطس يعني. We'll be right back.
المناشير دي بتشتغل على اي نوع من انواع الجرانيت، ولا كل نوع من انواع الجرانيت له نوعيه معينه من الاسطوانات او المناشير؟ لا احنا هو ده المنشار دي، هو عمدا كل انواع الجرانيت تشتغل على نفس المنشار دي غير الرخام، ده مخصص لانواع الجرانيت كل انواع، بس بتفرق بقى ايه من خامه صلبه لخامه طريه دي في ايه في التغذيه بتاعتها. اذا كنت مثلا خامه طريه شويه بزود لها التغذيه بتاعتها، ممكن تبقى 5 مللي 6 مللي، اذا كان خامه ناشفه زي الاسود زي الاحمر بزود لها بيبقى 2 مللي 3 مللي 4 مللي على حسب انا بتحكم فيه، هو كل واحد بس انا بشوف حسب ايه الخامه طريه معايا او ناشفه على حسب ايه بديها الاوامر للمكنه وهي تشتغل معاها وتتعامل معاها. بتطلع معايا الواح زي اللي احنا شايفينها ورا حضرتك موجوده بالتخانات المختلفه والابعاد المختلفه، بيتم ممكن يكون تتباع على طول او ايه بقى المعاملات اللي بتتم عليها بعد كده؟ انا بقول للزوائد احنا يعني في المرحله ايه هي بتبقى مراحل صناعه الجرانيت. اذا كان انا المصنع يعتبر ثاني حاجه بعد المحجر على طول، في ورش بعد كده وعدي اللي هي بتبقى في المدن في القرى في المراكز اللي هي ايه بتاخد خامه بتاخد شرايح زي ما هي عندي وبيخطها عنده اذا كان بيطلعها بقى شغل مطابخ او ساعة. غير كده الشغل بقى اللي هو بيجيني انا شغل المدارس شغل وحدات صحيه شغل طلبيات شغل مباني شغل مصنع بيروح بيخش على الورشه عندي يتقطع مثلا الزبون معاه هو المقاسات المعينه، بيروح الصنايعي من مكان يرفع المقاسات مقاسات الدرج سلالم حوائط ايا كان يعني كل واحد برفعهم وبيخش ايه بيتقطع عندي ويدي له المقاسات بيروح للزبون بيركب على التركيب على طول المستهلك. الجوده هنا ازاي بتبقى جاهزه معاك ومتلمعه وناعمه وبتشتغلها على حسب الطلب ولا بتشتغلها انت بتنتج كميات منها بعد كده؟ انا اذا كان يعني عندي وقت اذا كان عندي وقت وراح طبعا كل الشغل ده بيتنشر ايه على حسب ايه، في شغل بتنشر بالطلب في شغل شرايح اللي هو ايه بيتباع زي ما بقول لك شرايح باجي زبون بيقول لي انا عايز شرايح اذا كان احمر اذا كان اخضر اذا كان فيردي اذا كان حاجه باخدها، بس عامه يعني اول الشغل بينزل من المنشار بيخش على لمعه على طول، لازم دي سواء مطلوب او مش مطلوب لازم بيتلمع على اساس يبقى جاهز للمستهلك، اذا كنت حقطعه واحد لحد معين او اذا كان ايه حتى حيرفعه شرايح عندي ايه جاهز على طول. الونش برضه مهم جدا اللي احنا واقفين تحت منه وبدا تشغيله حاليا. يعني الونش يعتبر يعني ايه قلب المصنع، قلب النابض للمصنع، اذا كان من غيره يعني انت ما تعرفش تشغل الورشه ما تعرفش اصلا انت زي ما انت عارف دي خامات ثقيله حاجات ثقيله. فما ينفعش اي حاجه يعني ايه هتاخد لو في ايدي بشريه دي تاخد وقت ومجهود رهيب يعني يوفر عليك يعني دي 99% من الشغل، اذا كان هو من بدايه تنزيل الحجر هو يتشون على الارض او من تحط انك تحط الحجر تنزله ترصه تحت المكنه او اي حاجه كل الشغل يعني بيتم من خلاله. هو اساسي جدا وبيتم تشغيله طبعا بطريقه اوتوماتيكيه. اذا كان بيشتغل بيبقى الموظف العام اللي واقف عليه لازم هو شغال بيبقى معاه زي نظام الكستيره بيتحكم بيه شغل زي ريموت كده بيتحكم بيه هو بيمشيه او بيعمل يدويه، فمن غيره لا غنى عنه يعني في المصنع.
ياسر، كلمنا عن المكان اللي احنا فيه حاليا، ايه اللي بيتم فيه؟ ده حضرتك المكان ده هو قسم لحام، تمام، لحام فصوص للمناشير، تمام. احنا حضرتك هنا بفص بيخلص من الحميه مكانه، تمام، على الجهاز دوت. تمام، بس كده. طيب المناشير اللي هي بتستخدم في تقطيع الجرانيت، الفصوص بتاعتها بتتعرض للتآكل والكسر. بتتعرض للتآكل والكسر، تمام. بدل ما تشتري اسطوانه جديد، لا، بدل ما احنا نشتري جديد، تمام، بنكسر الفص القديم ونلحم فص جديد، تمام، وبس كده. بس لحام معين بخامه معينه بطريقه معينه، بطريقه معينه، اللي هو بنلحم بالفص، اللهم صل على النبي، بالحام نحاس، تمام، وليه ماده معينه برضو، والجهاز ده برضو نفس النظام. زي نظام الاكسستيلين، كان نظام بلدي واتلغى، اما دلوقتي كله تكنولوجيا حديثه. الجهاز دوت هو التكنولوجيا الحديثه. الفصوص دي بتتجاب جاهزه، بتتجاب جاهزه، زي الفص دوت، هو ده بيتجاب جاهز، تمام، وده اللي بيتركب، تمام، وبتحطه تلحمه انت. انا بلحمه انا. بعد اللحام بيتم عمليه هل تسويه ليها او بمسك انا الاسطوانه ديت، بتجي لي نفس النظام كده، اكسر دوت، وبعد كده الحم، وبعد كده اديها فرشه وصنفره، تمام، اللي انا اظبط دنيتها. هي لو فيها قوسه او حاجه، عندي مكنه استعدال بستعدل عليها، ويستلمها الفني بتاع المكن، يستلمها مني جاهزه. بتكون معاه بعد كده جاهزه للشغل على طول. بيركب على طول. طيب بتستهلك الاسطوانه دي كل عدد ساعات شغل قد ايه او ايام؟ هي عامه عدد ايام على المكن ولا عندي؟ لا، ايام على المكن. على المكن هي مثلا الطقم الكامل بيبقى 6 اسطوانات، بياخد مثلا 15 يوم. بيطلع له مثلا بالمتر، بيطلع له في ال 15 يوم دول بينزل لي المفروض الطقم، بمسكه اعمله في 3 4 ساعات، تمام، بظبطه له وهو يستلمه مني. نفس كله ولا بقى ولا اللي تلاقيه مكسور؟ لا، كله حضرتك زي ده دوت كده، خلصان. ميه واحده يعني. خلصان. احنا ده بيتشال، تمام، وبنركب الجديد ده. تمام، هو ده كده الفص القديم ده كده، شكرا. بس كده، تمام. ده الشغل الاساسيه في المكان ده، وده المعده او المكنه، المعده، وده المكان الاساسي بتاع قسم اللحام دوت. في ختام هذه الحلقة نشكركم أعزائي المشاهدين، وإلى اللقاء في حلقة قادمة مع أرض الذهب.